هذا وانطلق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا صباح اليوم في العاصمة الروسية موسكو. نعم، وفي كلمة له خلال الاجتماع أكد السيد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس حريصة على تعزيز كل أشكال التعاون مع روسيا الاتحادية وتدعم جهود تحقيق الأمن وتسوية النزاعات. من جانبه أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريص على التواصل والتعاون مع دول الخليج، مشددا على ضرورة الحفاظ على التطور الإيجابي للتجارة بين دول الخليج وروسيا في مختلف المجالات. تتطلع دول مجلس التعاون إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي لدول العالم وبالأخص الدول النامية. ومن هنا نرى كيف تأثير الأمن الغذائي بالعالم أجمع بعد توقف تصدير الحبوب في بداية الأزمة، ونشكر هنا أصدقائنا في روسيا الاتحادية على تجاوبها في اتفاق تصدير الحبوب الذي أسهم في تخفيف ارتفاع أسعاره